نتمنى إن شاء الله أن تكون تفرز هذه الانتخابات عن اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف يتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسيير الغير عقلاني الذي شهدته هذه الجماعات المحلية في ما سبق. وطبعا هذا الفارق يتوقف على اختيار الكادر البشري الذي سوف يحدث هذه الطفرة التي نتمنها جميعا. فهنيئا للجزائر، وأدعو جميع مواطنينا للتوجه بكثافة إلى صناديق الانتخاب حتى نتمكن من تحقيق الهدف المنشود من هكذا انتخابات. شكرا لكم، وفقكم الله جميعا.